السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا بكم في قناتنا الإخبارية. وصل اللاعب المغربي نور الدين أمرابط لمرحلة متقدمة من النجومية في الدوري السعودي، إذ يعتبره القريب والبعيد بأنه الأفضل بدون منازع. وقامت فئة عريضة من جماهير النصر والجماهير السعودية بإطلاق هاشتاغ خاص بأمرابط على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان علاش نخاف عندنا أمرابط، وأعجب الكثير من مشجعي النصر ومتابعي الكرة السعودية بالحملة التي تم إطلاقها منذ بداية الشهر الحالي، بل ويراها البعض أنها مقولة للتاريخ ستبقى خالدة في ذاكرة النادي. أما الحصول على أمرابط في فريق سعودي وفي الدوري السعودي يعتبر صفقة القرن بالنسبة للنصرويين، والذين قالوا عنه أيضا المرجلة، أي الرجولة تتجسد في شخص أمرابط. كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدوزي، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.